طيب احنا ممكن اخر حاجه بقى معانا في موليجن هو التراكشن، وهو نايم سباين المفروض ان انا في بيلت، البيلت ده ان هو مربوط عند وسطي والجزء التاني هو موجود عند ايدي، فانا باخده ازاي؟ هو هيبقى عامل كده، فانا باجي من تحت كده اهو، انا عملت واحده اهي والتانيه كده، فبقى التراكشن بتاعتي او الفورس بتاعتي بالشكل ده، انا ايدي عامله كده، انا جبت البلت او دخلت مسكت البلت من تحت، وهخلي البيشنس هحط ايدي عند السيرفايكل، ومجرد بس ما انا بعمل بجسمي بالبادي ويت بتاعي لورا كده، فانا هعمل التراكشن، البلت هو هيزق ايدي فهيعمل لي التراكشن. عايز تزود التراكشن اكتر خلي البيشنس يعمل تشين واعمل تراكشن. اوكي okay.